وينضم إلينا عبر سكايب من ذي قار الطبيب علاء جاسم. دكتور علاء، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. دعنا نبدأ بالأسباب التي دعت إلى هذا الإضراب، وما هي أبرز المطالب المرفوعة؟ أرحب بحضراتكم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. طبعا شكرا جزيلا على التقرير اللي استوفى معظم النقاط المهمة. جوابا وتعليقا على سؤال حضرتكم، بصراحة أول نقطة الخطوة هذه اللي أقدم عليها المقيمين والدوريين حصرا اللي عددهم يقدر ب 6000 طبيب. احنا رغم ما احنا وصلنا إلى نتيجة نهائية أنه آخر وسيلة احتجاجية ممكن أنه نسمع بها الجهات الحكومية اللي أصمت آذانها من سنين. هذا الحراك يعني لا يتخيل أحد أنه صار له شهر. احنا منذ 3 سنوات بدأت تتحرك نقابة الأطباء بكتب رسمية، استدعينا الوزير إلى النقابة، كانت الوعود نفسها في كل مرة نفس الكتب تصدر. قبل سنتين صدر كتاب بالعاشة والإقامة ونفس هذه المطالب، بعدين تفاجأنا أنه الأمور تسوفت، بعدين سوينا مظاهرة في أيلول الماضي من العام قبل التظاهرات مال تشرين، ورجعنا تسوف الموضوع لمدة سنة كاملة، كتابنا وكتابكم ولوم بين الوزارات. رجعنا في الشهر الثالث قبل بداية الجائحة، أيضا حاولنا أنه نتحرك، لكن وجدنا أنه وطننا محتاجنا، وفي كل مرة كان الوطن يحتاج للأطباء كان الأطباء أول من يلبي، وحاولنا أنه نقضم غيظنا ونتستر على آلامنا، واستمرينا بالمطالبات والحركة على النواب وعلى لجنة الصحة البيئة، وفي كل مرة كان الوعد اعتبروا هذا الموضوع صار، اعتبروا ذاك الموضوع راح يصير، وانتم الجيش الابيض وانتم احنا سانديكم. وصل الامر بالقبح بانه يقولون اشياء هي لم تتحقق، احنا سلمنا قطع اراضي للاطباء المقيمين، وين؟ هذا كلام كارثي يحاولون انه يعني هذا الضرر دكتور علاء وقع فقط على الاطباء المقيمين الدوريين، لماذا التظاهره اقتصرت عليهم؟ ولماذا هذه التظاهره حدثت او شملت كل المحافظات عدد ديالى والانبار؟ لان النظام الاضراب صحيح. طبعا هو هذا الموضوع كان اختياري، لم يجبر احد. الاطباء اللي سووه هو في دعوه مشتركه، جميع المستشفيات صار بينات اتصال، ما يطلق بممثلية الأطباء هم عددهم يتجاوز 400 طبيب من كل مستشفى 3 أو 4، وصار الاتفاق المستشفيات اللي قالت احنا ما نريد نضغط بهذه الورقة، صار الإجماع ما يقارب 95% من الأطباء 6000 طبيب جاي أقول قرروا أنه هذه آخر وسيلة احتجاجية، لأنه مظاهرة العام ما فادت. مظاهرة صارت بيوم 6/9 لم يستقبلنا الوزير، وآثر أنه استقبال جهات أخرى، كان الجواب نصا لممثل الوزارة قال احنا أموركم كلها خارج أبواب الوزارة ما نقدر نتجاوب وياكم. سوينا إضراب جزئي في يوم 6/9، بعتها دعانا السيد الوزير، واحنا بصراحه الرجل كان جدا محترم، واحنا داعمين للوزاره، احنا هذه وزارتنا نريدها تمشي بطريقه صحيحه. لما رحنا وطانا الوعود، احنا بصراحه وان كانت الوعود كذبناها سابقا، لكن اكراما لاستقبال الرجل طلب من عندنا تعليق العمل، علقناه بعد ساعه ووعدنا بوعود، لكن للاسف الوعود وقفت عند موظف قانوني او مكتب هناك، او واحد يقول لك هذه مخالفه قانونيه. طيب دكتور علاء، هم يخدموا مخالفات القانون فقط على الاطباء، مثلا قضيه الوثائق اذا تسمحي لي. وزير التعليم العالي ووزير الصحه نصا بياناتهم موجوده، اذا تريد ازودكم بها، يقول لا يوجد سند قانوني لمنح وثائق الاطباء، بل هي مخالفه دستوريه وقانونيه، لكن هم جايين من الان الوزاره فقط. يعني وزارة الصحة وعدت بتنفيذ يعني بعض الوعود وإعطاء بعض الامتيازات، فيما لو لم يتحقق هذا للمرة التالية، ما هي الخطوة المقبلة من قبلكم؟ وألا تعتقدون أن ذلك يمس بصحة المواطن ويتعارض مع يعني المعايير الإنسانية للطبيب؟ الطبيب صراحة في هذا البلد هو الوحيد اللي يهتم بحياة المرضى، كل ما يحدث وكل ما حدث ونسبة الوفيات والنظام الصحي الفاشل. أنت سألت سؤال قلت ليش اقتصر على المقيمين الدوريين، لأنه المقيم الدوري هو طبيب تحت التدريب، لا يحق له يلزم طوارئ ولا يحق له يشوف مرضى، لأنه بعد طبيب تحت التدريب يحتاج ل10 سنوات إلى أن يوصل مرحلة الاختصاص ويكون مؤهل لمعالجه المرضى. لكن اليوم احنا شفنا الصحه بالعراق شبه اللي انهارت بمجرد انه طلعوا هؤلاء الاطباء المتدربين، وهذا يدل على انه نظام صحي غير متكامل غير متناسق، يقوم على المحسوبيات وعلى التقدير وعلى استهداف جهه معينه اللي هو الطبيب اللي في بدايه عمره اللي هو راتبه لا يغني ولا يسمن من جوع. احنا احرص الناس على المرضى، احنا في وقت لما كان ماكو اكسجين احنا اللي نتنهر على مود نشيل دبات الاكسجين،
احنا رغم ما علقنا عملنا بشكل كامل بقينا على عدد غير قليل من الاطباء وهم طلبه الدراسات تحديدا طلبه البول والاختصاص، بقيناهم بالمستشفيات واستثنيناهم من هذا التصعيد على امل انه هذه المره نسمع الحكومات. لكن انا من خلال قناتكم اوجه الى الشعب انه هذه فرصه لان ننتفض على اهم قطاع موجود، قطاع صحي غير مدعوم من الحكومه. اليوم لا رئاسه وزراء تحركت ولا برلمان تحرك في جلسه البرلمان اليوم. اذا كان الموضوع مهم ويخص حياه المرضى، انا اسال الاعلاميين الموجودين الان، هل من المعقول ان موضوع بهذه الاهميه ويمس حياه المرضى اليوم في جلسه البرلمان لا يذكر ولا يتطرق اليه ولا يقولون خلينا نعقد جلسه طارئه؟ فالاستهانه من قبل الحكومه بحياه المرضى، احنا الى الان مصرين انه نحمي مرضانا، لكن اذا اضطرينا نطلب من الشعب انه يساندنا ويجي على جراحه مثل ما احنا اجينا على جراحنا، حتى في هذه المره نصحح المسار، نصحح النظام الفاسد ونكون على قدر المسؤوليه لهذا البلد. واضح، شكرا أي جزيلا. أي طبيب ممتنه كثيرا لك على الحضور معنا عبر سكايب من ذي قرى الطبيب علاء جاسم. شكرا جزيلا لك.